السلاح والحرب والنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من العنف والحرب التي يسهل اندلاعها تدفق الأسلحة إلى المنطقة، متسبباً بوقوع عدد كبير من الضحايا بين صفوف المدنيين. في عام 2015 فاق عدد الضحايا المدنيين في اليمن جراء القنابل الملقاة من الجو أي مكان آخر في العالم، وسقط معظم الضحايا جراء القصف الجوي الذي نفذه التحالف الذي تقوده السعودية. أما في سوريا فإن 85% من الضحايا هم من المدنيين، حيث يقوم النظام السوري وروسيا بقصف المنازل والمشافي والمدارس بشكل متعمد. لكن القصف الجوي ليس المشكلة الوحيدة التي تعاني منها المنطقة، فثمة انتشار واسع للأسلحة الفردية والصغيرة التي تتسبب بفوضى عارمة أثناء النزاعات وبعدها. العراق مدخم بالأسلحة، فقد أرسلت الحكومة الأمريكية إلى العراق أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، قسم كبير منها وقع بأيدي جماعات مسلحة كداعش. وفي ليبيا تسهل الأسواق الناشئة على الإنترنت انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير الشرعية بين أوساط المجموعات المسلحة. يجني مصنعو وتجار الأسلحة من أفراد وحكومات أرباحاً طائلة من هذه الحروب، ولكن المدنيين لا يجنون سوى المعاناة. لهذا العنف بعد متصل بالنوع الاجتماعي، فبالرغم من أن معظم الضحايا هم من الرجال إلا أن النساء يتأثرن بشكل مشحف أيضاً. فمثلاً يزيد وجود الأسلحة من احتمال تحول العنف الأسري إلى جرائم قتل بنسبة 500%، كما تستخدم الأسلحة بشكل متكرر لتسهيل العنف الجنسي. وعندما يقتل الرجال أو يصابون تضطر النساء للقيام بأدوار إضافية كمعيلات وحيدات لأسرهن، وهذا يعرضهن للتمييز والإفقار والاستغلال. تقوم رابطة النساء الدولية للسلام والحرية بتعقب التجارة الدولية للأسلحة لنعلم الجميع من ينتج هذه الأسلحة ومن يستخدمها ومن يتأثر بها. تنادي الرابطة بعدم استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتحث الدول على تأدية واجباتها بموجب القانون الدولي، كما تنفذ حملات لإيصال صوت النساء وتدرس الأثر المشحف للتسليح عليهن. قادت الرابطة حملة لإدراج العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن معاهدة تجارة الأسلحة، ونجحنا في ذلك. انضموا إلى حركتنا لوصم الحرب ومنع جني الأرباح من النزاعات الدائرة في العالم.